منصور هادي وقف النار في مدينة تعز التي تشهد منذ ليل الأربعاء أعمال عنف أسفرت عن مقتل العشرات، كما طلب تشكيل لجنة مشتركة لسحب الجيش من المدينة فورا. وفي المقابل أعلنت سلطات الأمن في المدينة مقتل 4 عسكريين من بينهم ضابط شرطة برتبة عقيد على أيدي مسلحين يوصفون بأنصار ثورة الشباب.